ما راح اسالك هاي الاسئله التقليديه واقول لك البدايه والبدايه، لا انت اكيد هذا السؤال مجاوب عليه هواي صح. تدري احنا ايش راح نسوي؟ راح نشوف البدايه. يلا شوف اول صوره البدايه. هذا من شايف؟ الله 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 الله، ذاك الفنان. انا خلني ابدي اي بالاخير. أوكي. مطرب ريفي مشهور كل العراق يعرفه، اسمه حسن حول، من أهالي البصرة. أوكي. مطرب ريفي غريب عجيب. هاي الصورة أنت شنت؟ تسعفك الذاكرة لو أقول لك شفت نولي؟ هذه مو أنت كنت بفرقة الفنان داخل حسن؟ ما اسمه؟ هاي الحقبة الفنان داخل حسن شبيه؟ بالفرقة مالته؟ آني؟ أو فرقة اسمها فرقة داخل حسن؟ لا هيجي قالوا لي. لا لا أنا عزفت ويا داخل حسن. عزفت ويا داخل حسن. عزفت ويا داخل حسن بحفلتين أو ثلاثة في البصرة في بيت النجدي، جابونا جلسة خاصة جدا للرجال فقط. أوكي. والنساء جابوا لهم ليلى عبد العزيز المطربة الكويتية اللي تغني إيش علامك بالأسمرانية. يا سنة هذا الحكي؟ 75. 75 لعد لي شلون ما تقبل أقول مواليدك؟ هاي أنت حكيت. إي بال 75 ما أدري معاش قد عمري يعني. لا مسطوره مبينه وقت الخنافس هاي. والعود. والعود والعود العود صديقك الوفي. هذا هو اللي وصلني. مو هو اللي وصلني الى الفن والتمثيل وانعرفت علما هاي الجلسه. هذا الرجل هسه بالسويد ابو الرق عادل. اوكي. الف رحمه على روحه. هذه ايد المرحوم عارف اللامي صديقي يعني. وصديق طفولتي واخويا وحبيبي. الناس اللي ورانا وجه له تحيه. ما أعرفهم، يمكن أصحاب الدعوة بلين يصفقون بحماس فبكيفهم يعني.